شكل قرار إيران تقليص إمدادات الغاز للعراق بحجة وجود مستحقات متأخرة ورقة ضغط على حكومة مصطفى الكاظمي، حيث يعتقد متابعون أن الخطوة الإيرانية ذات مغزى سياسي. وأطلقت وزارة الكهرباء تحذيرا من القرار الذي سيجعل تجهيز الكهرباء شبه معدوم في بغداد ومحافظات الوسط، بعد أن طالب الطهران بتسديد ديون الكهرباء البالغة قيمتها 5 مليارات دولار. المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى قال إن الجانب الإيراني سيقلل تجهيز العراق بوقود الغاز من 5 ملايين متر مكعب إلى 3 ملايين متر مكعب فقط، وذلك بعد أسبوعين من قرار مماثل لخفض نسبة التجهيز من 50 مليون متر مكعب إلى 5 ملايين. وتابع موسى أن العراق فقد حوالي 6550 ميجاوات من الكهرباء، وأن استهلاكه اليومي في ساعات الذروة الشتوية يبلغ حوالي 19,000 ميجاوات، بينما لا يولد البلد إلا حوالي 11,000 ميجاوات، ليعتمد على الواردات في سد الفجوة، حيث يحتاج إلى 24,000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي. ومددت واشنطن مرارا استثناء من العقوبات بما يسمح للحكومة في بغداد استيراد الطاقة من إيران، لكنها اكتفت في تشرين الثاني الماضي بتمديد لا يزيد عن 45 يوما. وظل ملف الكهرباء طوال 17 عاما دليلا دامغا على فشل الحكومات المتعاقبة على الرغم من الثروة الهائلة التي يمتلكها العراق. ويقول عضو لجنة النفط والطاقة النيابية غالب محمد إن العراق في المرتبة 10 عالميا بامتلاكه الغاز الطبيعي، إلا أنه لا يستفيد منه. ويرى مراقبون أن الخطوة الإيرانية الأخيرة جاءت كجرس إنذار لحكومة الكاظمي على خلفية تهديد الأخير بمواجهة حاسمة ضد مغامرات من أسماهم الخارجين عن القانون، في إشارة إلى الميليشيات الموالية لإيران التي نشرت مسلحيها في بغداد بعد اعتقال قيادي في ميليشيا العصائب لتورطه في قصف السفارة الأمريكية. ويبدو أن الرسالة التي وجهها الكاظمي للميليشيات الإيرانية بأنه سيرد على تحركاتها القادمة لم تستسغها طهران، فكانت تصعيد باستخدام ورقة الكهرباء.